السلام عليكم أعزائي المشاهدين الكرام، ورحمة الله وبركاته، مع حلقة جديدة من أجر العاملين. حلقتنا لهذا اليوم راح تكون مخصصة لقسم حفظ النظام، أحد أقسام العتبة العباسية المقدسة، وتغطيات عن هذا القسم ونشاطه في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام لعام 1442 للهجرة. ضيفنا راح يكون نائب رئيس القسم السيد رضا ناجي، فمرحبا به. وسهلا بكم، الله يحفظكم استاذ جسر. نحب نسمع منكم، والمشاهدين هم من يهمهم هذا الشيء، باعتبار انه هذا حدث مليوني والاكبر في العالم. الناس تعرف شلون تقدرون تسيطرون على الجانب الامني في هذه الزياره بالنسبه للمواكب وبالنسبه للزائرين. الكلام لكم، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعزي صاحب العصر والزمان، روحي لتراب مقدمه الفداء، المهدي المنتظر ومراجعنا العظام والأمة الإسلامية، بذكرى استشهاد أبي الأحرار أبا عبد الله الحسين عليه السلام. طبعا احنا قسم حفظ النظام يتمحور بقضية أمنية وهي الأهم، والقضية الأخرى الجديدة الخدمي الصحي، الفقرة الثالثة الخدمي العام. القضية الأمنية تعرفون اتجاهاتكم، أهم هو العمل الرئيسي لكم القضية الأمنية. طبعا القضية الأمنية تعرفون هذا موضوع بعد جدا مهم بخصوص العتبات وبخصوص هيك أيام وهيك زيارات مليونية. طبعا احنا نهتم بالجانب الأمني بقضية التفتيش ابتداء بالأبواب، التفتيش المرحلة الثانية من التفتيش الطوق الوسطي، يعني النقاط الوسطية اللي خارج الحرم، الثالثة الطوق الأمني، طبعا مشترك الطوق الأمني مع مديرية حماية الحرمين الشريفين في وزارة الداخلية. طبعا طبعا نعم. طبعا أكيد اللي تابع بين الحرمين، طبعا هذا عملنا مشترك هنا بالطوق. عملكم يعني في الجانب الأمني، أنا أعرف أنه العمل صعب في هاي الملايين وهاي السيطرة على والحمد لله من ثمرات عملكم بالتعاون مع العتبة الحسين المقدسة، أنه إحنا خلال 18 أو 17 سنة شهدنا أمن كامل في المنطقة، لم تحدث أي حادثة، وهذا حقيقة من توفيقات المولى الإمام الحسين عليه السلام و أبو الفضل العباس عليه السلام. عمل كبير، وأكيد هناك جنود مجهولين. هاي العملية شلون تداري؟ يعني هاي عملية التفتيش وناس مختلفة، ثقافات مختلفة، لغات مختلفة، شلون هاي العملية؟ طبعا أنا أحب أعرف المشاهدين وجنابكم فاضل أنه أكو أمور أمنية ما نقدر نحكي بيها، إحنا نحكي القضايا اللي ممكن تنحكي، يعني نعتذر يعني على هذا الموضوع. هو هذا بعد ضروري أكيد، أريد أعرف هذا الموضوع. طبعا إحنا عندنا عدة مراحل من الجانب الأمني. طبعا عندنا وجود شعبة اسمها شعبة كشف المتفجرات، نعم، هذه على مداخل العتبة، شعبة كشف المتفجرات، أجهزة الرابسكان اللي تفحص جميع الحقائب اللي تدخل عن طريق الزائرين مداخل المنطقة، داخل المنطقة القديمة، المدينة القديمة اللي موجودة هنا على السحانية. هذه أجهزة الحقائب، أما الأجهزة الأخرى أجهزة الآي دي كذلك. وبالإضافة إلى ذلك عندنا الأخوة اللي موجودين، طبعا الجهاز الأمني اللي ينتشر داخل المنطقة القديمة، طبعا هذا من الأخوة في قسم حفظ النظام، أحد الشعب تابعة لنا، قضيتها أمنية ومجهولة، حتى تضمن السرية طبعاً والعمل الصحيح طبعاً. مجهولين طبعا لضمان هذه السرية والعمل، هذا ما حد ما يعرفه. بالإضافة إلى ذلك تدري هاي الزيارة المليونية تحتاج أعداد كثيرة، نعم. أقدم القسم على عمل إنذار، ويكون الإنذار 50%، يعني اي انه شفت يعني يكون من الصبح، يعني 12 ساعه من الصبح للمغرب ومن المغرب للصبح، هذا طبعا عن طريق شفتين. بالاضافه الى ذلك جندنا ما يقارب 2000 متطوع من هيئه قمر بني هاشم، من هيئه واحده، لا هيئتين،
هيئه قمر بني هاشم وهيئه كفيل زينب. احنا راح نكمل نشاطات القسم لكن بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين فاصل فكونوا معنا. التزاما بتوجيهات المرجعية الدينية العليا بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الصحية أثناء إقامة الشعائر الحسينية، يجب الالتزام بما يأتي: مراعاة التباعد الاجتماعي بين الحاضرين لمسافة لا تقل عن 1.80 متر، استخدام الكمامات الطبية وسائر وسائل الوقاية من انتشار الوباء، تعقيم وغسل اليدين باستمرار. تقبل الله أعمالكم. سؤال عندي مهم، المشاهدين هم أعتقد يسألون هذا السؤال، شلون تضمنون يعني هاي المنظومة المئات أو ربما 2000 فقط؟ هيئتين عندكم 2000 لو عندكم أكثر بعد؟ لا هو أكثر العدد اللي موجود، بس إحنا كل زيارة تختلف بالأعداد اللي نحتاجها. يعني نقدر نطلب وش قد ما نريد نطلب على وضع طبعاً على وضع هاي جائحة كورونا. طبعاً أكيد يعني نفكر إنه نريد نبتعد ونحافظ على المتطوعين والأخوة المنتسبين. يعني حددتوا 2000 حد أدنى يعني، فما نريد عدد زايد لا سامح الله حتى ما يصير في الطبيعي. العام الماضي قد كان متطوعين عندك؟ طبعا العام الماضي كان يعني اكثر من 3000. 3000 شخص. إيه اعتقد العام. شلون تتنظم عمليه التطوع؟ شلون عندكم يصير بروتوكول عمل ويا جهات معينه مثل مكاتب مرجعيه، اداره العتبه، شلون تتنظم هاي العمليه حتى اضمن انه المتطوع هذا مثل المنتسب؟ شلون؟ احسنت، قضيه جدا مهمه وسؤالك وجيه كذلك حتى بين المشاهدين ايضا. الحقيقه الناس تسال هذا الكلام لانه يعني مرات يجون يقول لك شلون نتطوع مثلا. اي طبعا طبعا احنا عندنا هيئتين، الهيئة الأولى قمر بني هاشم، قمر بني هاشم الجنوب، منطقة الجنوب يعني البصرة، كفيل زينب بغداد، مناطق بغداد. نعم. طبعا الأخوة عندهم تسكيات من المراجع بهذا العمل، وبخصوص يعني الهيئة مالتهم اعتمدنا على هذه الأمر أولاً بالقضية الأولى. الثانية قضية أمنية، طبعاً تعرف إحنا قضيتنا أمنية، صار تحرك وصار عمل مشترك مع الأخوة مسؤولين الهيئات بجلب أضابير خاصة للمتطوع كمنتسب. يعني معلومات عامة أضابير الآن هسه طبعاً موجودة، طبعاً عندنا موجودة في شعبتنا الأمنية اللي موجودة في القسم. نعم. كل متطوع اسمه والسي في مالته كامل عندنا هسه موجود حاليا، وبالتالي انت تضمن يعني تكون المنظومه موثوقه من ناحيه المرجعيه من ناحيه الامنيه من ناحيه. اكيد 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 اعتمدنا هذا الموضوع الحمد لله والشكر يعني ما عندنا اي خلل. تنظمت العمليه الحمد لله ما عندنا نشاطات. القسم الاخرى بينتوا بدايه الحلقه انه عندكم نشاطات في هذا الموضوع، يعني في هذا الموسم، موسم اربعينيه الامام الحسين هذا العام 1442. طبعا حسب توجيهات سماحة السيد المتولي الشرعي العتبة العباسية المقدسة والسيد الأمين العام والأخوة الأعضاء في إدارة العتبة المقدسة، تم توجيهنا بخصوص قضية جائحة كورونا، توجيه كلش خاص ومهم بهذا العمل. يعني طبعا بعد القضية الأمنية صار تركيز ولجنة ايضا اشتركت بها من حفظ النظام والقسم القانوني، طبعا عملهم هذا متابعه المنتسبين بخصوص القضيه الصحيه طبعا والجائحه، اجراءات صحيه، الكمامات قصدكم يعني الكمامات اي بل الكمامات، الكفوف، التعفير بين حين واخر بالمنطقه اللي يعمل بها المنتسب، حتى وان كان عمله هسه حاليا المنتسب دا يكون بالإضافة يعني للوضع الأمني، أي بالوضع الأمني هسه، بالإضافة إلى وضع الأمني يعني دا يعفر المنطقة اللي يعمل بها والتفتيش، منطقة التفتيش، بالإضافة إلى ذلك يد الزائر. طبعا أنت تعرف الزائر اليوم دا يمشي بالشارع دا يجي مناك يلمس أي شيء ما يعرف أنه لا سامح الله ميكروب شيء هذا ينتقل يعني. فإحنا دا نوفر له هذه القضية، دا نطهر. يعني أنتوا الآن جاي تعاونون قسم الشؤون الخدمية في هذا الموضوع؟ طبعا طبعا بالابواب السادات، باعتبار قسم الشؤون الخدمية هو اعتقد متكفل بالجانب الرئيسي في هذه القضية. صحيح.
إذا تلاحظون بالأبواب تعفوير يدوي هم كذلك، مو بس الأجهزة اللي موجودة. أنا شوف التفتيش يعني من يفتش الزائر يعفر إيه؟ نعم. طبعاً بالإضافة إلى الجنائز كذلك عربات المعاقين كذلك عند دخولها للحرم هم دي طهر. هذا عمل حقيقة مهم يعني، بس متعب في نفس الوقت يعني. ما يخالف. يعني أنت عندك الآن ضافت السنة للمنتسب وظيفتين، يفتش ويعفر. بل احنا طبعا سلامتنا اهم شيء، سلامه الزائرين احنا. نعم. الان اليوم نعمل من اجل الزوار يرجعون لاهلهم سالمين غانمين ان شاء الله باذن الله تعالى، ونحافظ عليهم من هذه القضيه. احنا يعني مع الاسف اكو بعض من عندنا يعني ما يلتزم بالارشادات، فاللي احب اوجهه لاخوتنا والخواتنا الزوار يعني بخصوص هذه القضيه، الالتزام بالكمامات والالتزام بالكفوف والالتزام بالتعفير والتعقيم داخل وخارج العتبة. يعني ولا يفكر انه انا صحيح حبك وولائك لأهل البيت اعرف ايمانك شنو، كلنا نعرف ايماننا شنو بخصوص اهل البيت، تمسك بالاسباب يعني ضروري للطريفة. للطريفة يعني يجي بعض الزائرين من يريد يعفر اذا انا ايش ده اسوي، ايش ده اسوي بهاللهجة، انا ما عفر انت كل عقلك، انا جاي للامام الحسين جاي للعباس. تمسك بالاسباب مو حرام بعد اكيد، بس هذا بعد احنا، فاحنا اللي نطلبه من اخوتنا واخواتنا الزائرين والزائرات يعني اللي نطلبه الالتزام بالاوامر اللي تصدر من قبل اللجنه بخصوص كورونا، يعني اللجنه لوزاره الصحه اللي موجوده، الصحه واللجنه العليا للصحه العامه. احنا راح نكمل نشاطات القسم لكن بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين، فاصل اخير قبل ان نكمل الجزء الاخير من الحلقه، فكونوا معنا ان شاء الله. ايتها الزائره المؤمنه، كيف تستحضرين السيده زينب عليها السلام معك في زياره الاربعين؟ وانت تؤدين مراسم الزياره بادب عال، فأنت قد استحضرت السيدة زينب عليها السلام في أدبها، وأنت تسيرين ولا تكذبين بالحديث، فأنت قد استحضرت السيدة زينب عليها السلام في صدقها. وأنت تسيرين وتغضين بصرك، فأنت قد استحضرت السيدة زينب عليها السلام في أخلاقها. وأنت تسيرين بملابس متواضعة وغير متبرجة، فأنت قد استحضرت السيدة زينب في زهدها. فبادري من الآن واستحضر السيدة زينب عليها السلام في شخصيتك، وكوني مثالاً وقدوة للمرأة الزينبية. أعزائي المشاهدين، عدنا معكم وفي الجزء الثالث والأخير من حلقتنا عن قسم حفظ النظام في العتبة العباسية المقدسة، والأستاذ رضا ناجي معاونس القسم. القسم جهوده كبيرة، وأعتقد حلقة بهذا الوقت قد لا تفي، لكن احنا نريد نلم بأقل بالخطوط العامة للقسم. عدنا أعتقد باقي شغلتين، الأولى ما هي الإضافات هذا العام بما يخص 40442، وما هي الخدمات التي تقدمها القسم بالإضافة للخدمات التي ذكرتها؟ طبعا قامت شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العتبة المقدسة بنصب كاميرا حرارية مع جهاز لابتوب حاسبة في باب الإمام الحسن. هذا اختصاص يعني من قسم حفظ النظام، الاختصاص اللي يعني جالس انتو عليه، انتوا تعملون عليه طبعا. قسم حفظ شعبة النظام الاتصالات نصبته والعمل، وانتم تقومون بالعمل. هذا طبعا يحدد ويبين المصابين عن طريق الحرارة. بالإضافة إلى ذلك الخدمة اللي موجودة به كذلك عدد الزائرين اللي يدخلون، وعدد يعطينا قد عدد اللي ما يرتدون الكمامات ايضا. طبعا بميزه جدا مهمه هي كشف هذه الامور عن طريق الصوت وعن طريق صوره، يعطينا صوره. جميل. ويعني هذه من خلال تجربتنا هاي الفتره يعني التقنيه تعتبر متقدمه. اكيد اكيد يعني اضافه مهمه في هذا العام. اكيد اكيد.
بالنسبة للخدمات اللي قدمها القسم بالإضافة للأشياء الأمنية واللي ذكرتوها بالبداية الحلقة، بلي عندكم شيء آخر يقدمه القسم؟ بلي أكيد طبعاً، إحنا هواية عندنا يعني أمور، بس الحلقة ما تسع حالي، عندنا مجال خمس دقائق تقريباً. بلي طبعاً وضع قطع دلالة بالأبواب، مداخل يعني الدخول والخروج، ودخول النساء وقواطع يعني دخولهن وخروجهن، ومرشدين طبعاً، مرشدين طبعاً بهذا بالأبواب، عمل الأخوة اللي بالأبواب طبعاً راح يكون مرشدين يدليهم، كذلك ينظم سير الزائرين طبعاً عند الدخول. تلاحظ بهذه القضية بهيك أيام ازدحام كلش، فعندنا بالداخل الدورية اللي موجودة بالصحن الشريف طبعاً تنظم دخول المواكب وخروجها، وتنظم دخول الزائرين وخروجها. يعني قصدك تعاون قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية في مسألة الدخول طبعا، باعتبار هم ينظمون الجدول طبعا، وهم صحيح يساعدون في التعاون مع كفيل الموكب، انتم يكون مهمتكم خلينا نقول توجيه مسار بالتعاون مع القسم. بس هذه القضيه حل مشاكل بعض الزائرين مع المواكب، طبعا عاده كل سنه احنا هيك عندنا زائر يزور وموكب يفوت، فانت لازم احسن، فاحنا هنا بدور المنتسب اللي موجود باب الامام الحسن بالخارج، يعني هذا دوره يحل المشاكل هذه، يحاول يرتب الامور يعني الحمد لله، يعني ويلموا للموضوع. نقدر نقول هنا كانه بالضبط رجل المرور، يعني هنا يقوم بعمل رجل المرور. احسنت يعني ينظم الموكب، يقطع يفوت كذا، اعتقد بلي الجسر مال مشاتها من مسؤوليتكم. هذا طبعا جسر المشات بعد يعني كلام اخر به، طبعا جسر المشات اللي موجود حاليا باب الامام الحسن يربط بين باب القبلة وبين الامام الحسين عليه السلام. نعم طبعا هذا احنا نبتدي به من باب القبلة ابتداء من نقطة تسمى النقطة الوسطية، نقطة القربة، هنا راح يصير عندنا قاطع محجرات يعني بين واحد وواحد، يعني فد 5 امتار 6، هذا اللي يشغله منه المتطوعين والمنتسبين، يشغلوه ابتداء من نقطة القربة انتهاء الى سور موسى الكاظم عليه السلام، هذا ينظم عملية السير ذهاب وإياب، وينظم خروج المواكب بخصوص المواكب خروجها على باب القبلة. نعم. طبعا دخول الموكب تعرفون انت دخول من باب الإمام الحسن خروجه على باب القبلة. على باب القبلة. طبعا هذا راح يكون يعني فد مشكلة، انه نقول مشكلة راح تعارض بنص الزوار، بس بفضل الله محجرات رتبنا عملنا على هذا الامر، يعني صار كم سنة يعني نظمنا هذا العمل، دخوله يدخل من باب يخرج من باب، وقطع بين حاجز يكون ما يصير تقاطع، ما يصير اختلاط مع الزوار، يعني ابتعد عن الزائرين. الحمد مسؤولية لله. عملكم تشمل الشوارع المحيطة بالعتبة العباسية أيضا؟ طبعا هي الحائر، هذا الحائر يعني العباسي، يعني مثلا الجزء خلينا نقول اللي دورة الصحن خلينا نقول، بس الشوارع هي مسؤولية القسم بين الحرمين. صحيح، بس اكو ابتداء من النقط الوسطية هذه تابعة، من النقط الوسطية تابعة لكم؟ إيه، إن هذه تابعة مع الأخوة مديرية قوة الحرمين الشريفين. نعم. هذه مشتركة تكون معنا، بس بالنسبة اللي قلت لك الذهاب والإياب اللي دي يصير، هذا عملنا يعني الطريق اللي يذهب به الزائر ما يرجع به نفس الطريق، اكو ذهاب واياب على مود ما يصير اشكال. شلون تساعدون؟ انا شايف يعني بالزياره انه مثلا من يفقد طفل كذا تعرف ازدحام، وشلون هاي انا اعتقد احد خدماتكم هاي، اذا يفقد طفل يفقد كذا شيخ كبير، شنو الاجراءات اللي تسووها يعني بالتعاون مع باقي الاقسام؟ طبعا احنا عندنا عاده تعرفون جنابكم بالايام هيك زياره مليونيه عندنا مراكز مفقودين، نعم، تابعه للعتبه المقدسه، طبعا بدور المنتسب من يعثر على طفله او كبير بالسن، امراه كبيره بالسن، طبعا هذا بدوره يوديه لمركز المفقودين، واذا كان بداخل الصحن، اذا كان بداخل الصحن كذلك يعلن عن الابواب كلها، يعلن باللاسلكي جهاز يعلن عنه، بالإضافة إلى ذلك ينقل علم المراكز المفقودين، لأنه يعني هذه حاسبة مشتركة طبعاً. طبعاً عمل مشترك، عمل مشترك بيناتنا هذا، فلأنه عملهم حاسبة مرتبطة بين الكل، حاسبة مركزية وتنظم مركزية. العمل عملهم هذا واضح يعني وجيد جداً، هم يعني الحمد لله بفضل الله وهالبيت الرحمة صار كم سنة يعني مرتاحين من هاي القضية، كنا نحتار بيهم بالغرفة ما الحفظ النظام ونجيبهم ونخليهم، بس تنظمت العملية الحمد لله، تنظمت العملية وصارت جيدة جدا.
المواكب هنا شلون تواجهون مشكلة يعني اللغات الأجنبية؟ تعرفون أكو مواكب أجنبية بلغات مختلفة، الإنجليزية، الفرنسية، الأردية، الفارسية، شلون تنظمون العمل؟ يعني منتسبيكم يعني تهتمون بأنهم بعض المنتسبين في أبواب المواكب يكونون عندهم بعض المفردات من هاي اللغات، لو شلون؟ أستاذ جسام، طبعا احنا موزعين الأخوة المنتسبين، اكو بعض من عندهم خريجين طبعا يعرف لغة إنجليزية، واكو بعض من عندهم يعرف اللغة الفارسية، فنوزعهم بهيك أيام، نوزعهم على أبواب المهمة الرئيسية ودخول المواكب بالذات. يعني احنا هنا عندنا مشكلة دورات تصير ويا الزائر يحب انه لازم اني ادخل هنا اريد اعبر، اريد اعبر انا من هنا، فشلون تقنع اذا اجنبي؟ اي هاي هذا كود المنتسب هنا موجود حقيقه، عمل اللغة. يعني واقعا جبار ويستحق الاشاده. احنا حقيقه كنا نتمنى الوقت اكثر من هذا، وشكرا لكم. الله يحفظكم على هذه المعلومات، واتمنى المشاهدين يستفيدون من اللقاء، وان شاء الله لقاء اخر انه في حلقات قادمة إن شاء الله. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن الاستماع والمشاهدة، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم مما ورد في هذه الحلقة. ملتقانا وإياكم في حلقة قادمة ونشاط آخر من أقسام العتبة العباسية المقدسة. دمتم في أمان الله.